مع استمرار غياب الخدمات الأساسية والاحتياجات الضرورية في أبيان، تستمر معاناة الأهالي، وتستمر المرافق الحكومية في إغلاق أبوابها على الرغم من أهميتها. عام كامل ومكاتب البريد في المحافظة تغلق أبوابها، مما زاد في معاناة الناس، وأصبح الموظف البسيط يتكبد الكثير من المشاق بالسفر إلى عدن لاستلام معاشه. نتمنى من الجهات المختصة والمسؤولين أن يعملوا لكي يفكوا هذا البريد. رواتبنا سرقت نهبت من محافظات أخرى، ونحن في نكد وفي تعب، لا رواتبنا ولا رواتب أسرتنا، كلنا نحن ندور هذا البريد، المواطنين في أبيان كلها وزنقبار. نتمنى من الجهات والمسؤولين لماذا لا يفكوا هذا البريد. نحن يعني نشتي علشان نستلم رواتبنا، نروح محافظات ثانية نخسر نص الراتب علشان نستلم راتب هذا. المحير في الأمر أن السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة لا تكترث لما يعانيه المواطنون، على وجه الخصوص الموظفون منهم. معظم الصرافين يصرفوا الأموال من البيوت، وأكثرهم ليسوا بصرافين حتى يقوموا بقسم أموال على الموظفين مبلغ 1000 2000 أو 3000 ريال، يصل الراتب للموظف أو إلى المبلغ يعني يصير جدا وبدون أدنى، مثل السحت أو يستفزوا الناس أو عبر الصرافة. بصوت واحد يناشد المواطنون في أبيان قيادة المحافظة والسلطة المحلية بسرعة إعادة فتح مكتبي بريد زنقبار وقعار. سنة كاملة والأبواب هنا موصدة، والسلطة المحلية غائبة عن وضع حلول لهذه المشكلة. لطفي إبراهيم، قناة بلقيس، أبيان.